يأتي الإنسان إلى الدنيا وتكبر معه دائرة معارفه وتنمو علاقاته، ويكتشف ما عليه من حقوق وواجبات تجاه غيره في الحياة. والمسلم الحق هو القائم بما عليه من حقوق وواجبات، حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة، أوردها الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وبينها بالدليل في كتابه حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة. وتتلخص هذه الحقوق في: 1. حقوق الله تعالى. 2. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. 3. حقوق الوالدين. 4. حقوق الأولاد. 5. حقوق الأقارب. 6. حقوق الزوجين. 7. حقوق الولاة والرعية. 8. حقوق الجيران. 9. حقوق المسلمين عموماً. 10. حقوق غير المسلمين. من محاسن الشريعة الإسلامية مراعاتها للحقوق، فقد أمر الله بالعدل والإحسان، ومن العدل إعطاء كل ذي حق حقه، ولا يتم العدل إلا بمعرفة الحقوق، وأولها حق الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له، والتذلل والخضوع له بالامتثال لأمره واجتناب نواهيه شكراً له سبحانه واعترافاً بفضله. الحق الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حق لمخلوق أعظم منه بتقديم محبته وتوقير سنته وشرعه القويم وتصديقه وطاعته واجتناب مخالفة أمره. ثالث الحقوق حق الوالدين ببرهما والإحسان إليهما وامتثال أمرهما في غير معصية الله، مع اللين وبسط الوجه وخدمتهما بلا ضجر. والرابع هو حق الأولاد، ويشمل البنين والبنات، ومن أهم حقوقهم التربية الصالحة بتنمية الدين والأخلاق في نفوسهم، والإنفاق عليهم بالمعروف، والعدل بينهم في العطايا والهبات. الخامس هو حقوق الأقارب، فالواجب صلتهم بالمعروف، وبذل الجاه والنفع البدني والمالي، وتجنب قطع الرحم. سادس الحقوق التي دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة حق الزوجين، ويشمل الحقوق البدنية والاجتماعية والمالية، ووجوب المعاشرة بالمعروف لتكون الحياة الزوجية سعيدة ومستقرة. الحق السابع حقوق الولاة والرعية، فحقوق الرعية على الولاة أن يقوموا بالأمانة التي حملهم الله إياها، والسير بالرعية على النهج القويم. أما حقوق الولاة على الرعية فهي النصح لهم والدعاء لهم وطاعتهم في غير معصية الله، ففي مخالفتهم نشر للفوضى وفساد للأمور. الحق الثامن هو حق الجيران، ومنه الإحسان إليهم وزيارتهم وكف الأذى القولي والفعلي عنهم. الحق التاسع هو حقوق المسلمين عموماً، ومنه إفشاء السلام وإلقاء التحية على المسلم وإجابة دعوته والنصيحة وكف الأذى عنه وتشميته إن عطس وعيادته في مرضه واتباع جنازته والدعاء له. عاشر الحقوق هو حق غير المسلمين من المستأمنين، فلهم حق الحماية في المكان والزمان المحددين، وللمعاهدين حق الوفاء بعهدهم إلى المدة المتفق عليها ما لم يخونوا أو ينقصوا شيئا، وللذميين حق حمايتهم وكف الأذى عنهم والحكم فيهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض. هذه الحقوق العشرة هي ضمان لسعادة الإنسان ونجاح علاقته بربه ونبيه ومجتمعه، مما ينعكس إيجابياً على الوطن واستقراره.